الحمد لله الذي قد انزل على النبي وحيه وفضل ثم الصلاة والسلام ما بدا به بدا على النبي احمد وعليه وصحبه ومن نصر لإسلام جوده ومن نشر توصل بسم الله العظيم وبأسماء السور المكرم يا من إذا دعاه العبد السامع ويا من يعلم حاجته يا واسع فقبل توصلي بسر الفاتحة واصرف عنا من آفة وجائحة واغفر لنا بالبقرة المنورة وأدخلنا في الزمرة المبشرة قال عمران ربنا وبالنساء فاحفظنا واحفظ أهلنا من الإساء ويا إلهي آتنا بالمائدة كلا الدارين فرحة وفائدة وبالأنعام أنعمنا وبالأعراف وبالأكفار نجنا مما نخاف وبالتوحيد أحينا بتوبتي ويا الرحيم فرحمنا في تربتي بيونس وهود هبنا للمنى وأعطنا رضاك واجبر كسرنا ويا كريم أكرمنا بيوسف واعف عنا وعافنا بالمصطفى وآتنا بالرعد رزقا واسعا زدنا بإبراهيم علما نافعا بالحجر ربنا بالنحل والإسراء بارك لنا ببيعنا وبالشراء كذا بالكافي يا كافي بمريم دبر عدانا دمار دائما تطهر غروبنا بالأنبياء ويا لطيف صدبنا بالأولياء بالحج ثم المؤمنون وبالنور بشر لنا يوم اللقاء بالسرور وبالفرحان فرحمنا في الموسم واغفر للمؤمنين بالطواسم بالعنكبوت عافنا من العلل ووفقنا بالروم احسن العمل وباللغمان ربنا وسجتي وبالاحزاب عدنا بالحكمه وسامحنا بالسواه وفاضلي وبياسين سلفنا من ساحلي وبالصافات ثم ساد بالزمر وبالحوام محمنا من كل شر ربي اهدنا بسوره محمد بالفتح فرج كربنا في الموعد ويا حفيظ فاحفظنا بالحجرات ثم بخاف قرنا بالزاريات بطول ربنا بالنجم والقمر وبالرحمن فارحمنا يا خير بر ويا غني فغننا بالواقعه واتنا امنا ونفسا قانعه وبالحديد عافنا في العاجله واعف عنا بسوره المجادله بالحشر فحشرنا مع اهل الميمنه واغفر لنا بسوره الممتحنه ثم بالصف ادخلنا في الجنه يا ذا الجلال جملنا بالجمعه بسورة المنافقون فارحمنا وخلصنا من النفاق ربنا بسورة التغابون وبالطلاق وبتحريم توبة يوم الطلاق كذا بالملك فاكفنا بفاقتي وبالقلم وقنا بالحاقة وبلغنا المقصود بالمعارج كذا بالنوح نجنا من فالجي ثم بالجن جنبنا من معضلين لم يعد الدين بالمزمل سألتك بسورة المدثر وبالقيام حفظنا بالكوثر وبالإنسان سلمنا بالمفصلات وبالنبي نورنا بالنازعات وبعرس عافنا يوم عرس وبتكوير فكفنا ممن حرس بالانفطار يعدنا بالاتفاق وبالتطفيف فرحمنا بالانشقاق بسورة البروج ثم طارقي نعوذ بك ربنا من سارقي ويا علي بالعلا والغاشية كذا بالفجر نجنا من هاوية ويا علي بالعلا والغاشية كذا بالفجر نجنا من هاوية وثبتنا على هداك بالبلد بالشمس فشفنا أشفاء في الأبد وصر بالليل والضحى عيوبنا ربي يسر على نشح أمورنا ثم بالتين والقلم والقدر ثم بالتين والعلق والقدر قوي إيماننا ودمر من كفر بلم كلين علينا بالأهوال وبالزلزال سلمنا من الزلزال بالعاديات عافنا بالغارعة واجعلنا في طريق الحق التابعة بسورة التكاثر وبالعصر وباللبزة فحفظنا بحرا وبر كذا بالفيل فكنا من صائلي وبالقريش وقنا من قاتلي وبالمعون أعنا بالكوثر بالكافرون فرحمنا في المحشر مولاي فصرنا بالنصر والمسد وبالإخلاص خلصنا من الحسد وافتح لنا أبواب الخير بالفلق ثم بالناس نجنا من الغلط يا ربنا بحرمة القرآن تقبل توسلي يا ذا الإحسان وأيد الشريعة الإسلامية وبعد بيننا وبين المعصية بالحلال عن حرام اكفنا عما سواك يا إلهي اغننا وآتنا في الدنيا بنعمة وفي الغرب
الأمور وقنا من فتنة. ربي يسر حسابنا في الموقف واجعل مرورنا كالبرق الخاطف. ثم الصلاة مع سلام اللائق على النبي أفضل الخلائق وآله وصحبه الكرام، واختم لنا بأحسن الختام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. الفاتحة.